تخرجت من الهندسة، كنت لاعب يعني أثناء الدراسة كنت لاعب لاعب منتخب تجديف، حصلت على هواي مراكز وظليت أمارس اللعبة لحد ما نعلن عن البرنامج. عن البرنامج. البرنامج. سيزن وان. بالسيزن وان أنا كنت قدمت بس ما انقبلت، يعني هاي جزء ما حد يعرفها. ليش ما انقبلت؟ يعني شنو بحثوا لك إنه رفض؟ لا رحت بالأوديشن. بالأوديشن. اللي كان ببغداد. وما انقبلت، يمكن هاي ما حد يعرفها. بعد حتى من قلت للجنة بعد ما انقبلت بالسيزن 2 انه انتم تتذكرون انه انتم ما قبلتوني، قالت مستحيل ما فيك حق، بس انا اعذرهم. ضغط المواهب والكم الهائل من المواهب العراقية يعني ما تخلص. يعني العراق ما يخلص فعلا، ايش قد بي فنانين، ايش قد بي، بس يعني مع الاسف انه اعلامنا هسه ما دا يسلط الضوء عليهم. بصراحة هو شباب برامج ايضا مكثفة طبعا، اكيد هي تكون اكتشاف بها مواهب فنية درامية رياضية. بالضبط. عندنا طاقات، واتمنى اتمنى يعني يسوون برامج الظاهي عراق ايدل مثلا. خلينا ما راح نقول ذا بويز وما راح نقول، على الاقل انه يعني يطلعك بصورة حلوة قدام العالم والعالم تحبك وتتابعك. هذا اللي اتمناه يعني. يعني حب لنفسك ما تحب لغيرك. وقبل عراق ايدل انت ما كنت يعني متخرج من الهندسه، قلنا التقنيات اتصال الشبكات، وبعدها ما اشتغلت؟ لا ما اشتغلت، بقيت بس لاعب. بس بقيت بس لاعب.